بص انا هشرح سيتنج معينه، هختار واحده من السيتنج دي دلوقتي. هو بيشنت على اس اي ام في بريشر سبورت، سيتنج بسيطه خالص اسمها التي انسبيراتوري رايز، او بنسميها الرايز تايم، اللي هي مظبوطه هنا على 5%. دي معناها ان دلوقتي احنا من اول ما الجهاز بيفتح البي اي بي بيوصل على طول لل 20، لو انا زرته مثلا على 12 اباف بي اللي هي 18 او 19 بيوصل على طول. اول ما بيبدا الانسبيريشن بيوصل لل 12 دي في وقت صغير جدا من الانسبيراتوري تايم، تمام؟ فرايز تايم دي معناها انت عايز البريجر يوصل للبيك بريجر ده في قد ايه من الانسبيراتوري تايم؟ هل يوصل اول ما يبدا وقت الانسبيريشن، ولا هل يوصل متاخر شويه، ولا هو يوصل في الاخر خالص؟ ممكن يوصل للبي اي بي دي لما يكون وقت الانسبيراتوري تايم ده قرب يخلص. يعني عشان نبقى واضحين شويه، هو هنا على 5%، يعني بيوصل للبي اي بي بعد ما يعدي 5% من وقت الانسبيراتوري تايم اللي هو هنا مثلا 0.6، تمام؟ لو احنا عليناه 5% دي رجعناه للاخر خالص 20% مثلا، دي معناها ان البي اي بي هيوصل او البريشر هيوصل لقيمه البي اي بي بعد ما يعدي 20% من الانسبيراتوري تايم. فمعناه انه هيوصل للبي اي بي بس في وقت متاخر شويه. لو قلنا على دي اوكي، هتشوف فرق الرسمه، شوف هنا دي طلعت على طول بدري، هنا سوري هنا بدا توصل متاخر، بقى يطلع بس بيطلع بالراحه. الاولانيه كان بيطلع على طول، كل الويفز اللي جايه هيطلع متاخر شويه، البي اي بي هيوصل متاخر شويه، تمام؟ وعلى العكس لو احنا عملناها اقل حاجه، معناها ان اول ما يبدا انسبيريشن هيوصل للقيمه بتاعته بسرعه جدا. الويف كده هتتغير، شوف شكل الويف الجديده، الفرق دي عن فرق دي. احنا القيمه المعقوله بتاعتها ان احنا بنوصل من حوالي 5% ل 10% من الانسبيراتوري تايم. لما بيبقى قليله جدا ممكن يحصل حاجه اسمها بريشر اوفر شوت، ان البريشر مره واحده بيطلع للبي اي بي. احنا هنخليها تقريبا على 5%، من 5 إلى 10%. الرايز تايم ده ممكن يأفكت على المين اير واي بريشر. هنا في حاجه اسمها البي اي بي، في بي مين وفي البيب. بي مين دي مش هي وقت الانسبيريشن ولا وقت الاكسبيريشن، ده متوسط البريشر في الريسبيراتوري سايكل كلها، هو هنا حوالي 9. اكتر فاكتور بيأثر عليك هو طبعا قيمه البيب وليس البي اي بي لوحده.